وكان أهل الجماعة يقول في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أزوج بالخير من الريح المرسلة. نعم، إذا هنا ننتبه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان وفي حاله في رمضان، فهو عليه الصلاة والسلام لم يتصف بالكرم فقط، بل اتصف بالجود، وكان يعطي ما ينبغي لمن ينبغي حتى لو لم يكن فقيرا. وكان يحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة بقوله تهادوا تحابوا، وبشرط ألا تكون الهدية مفتاح والعياذ بالله إلى الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح: من شفع في شيء فأهدي له فأخذها فقد أتى بابا من أبواب الربا. يعني إنسان شفع لك وافط لك فقلت له والله بدي أشكرك هي هدية فقبلها، هذا ربا. ما في اللي بده يشفع إلا يحتسب الأجر والثواب عند الله. قال يا شيخ فلان ذهب وقدم لي أوراقا في المكان الفلاني فحصلت على وظيفة فأريد أن أقدم له هدية، فهل يجوز؟ لا يجوز للحديث. هنا يختلف عن جميع الأشياء، فكيف إذا كان الهدية يسمونها بغير اسمها لتمشية بعض المعاملات التي لا يستحقها؟ فهو يريد أن يحصل شيئا لا يستحقه فيعطي فلانا من الناس وقل له هذه هدية مني لك، بس ايتيني بال، هذه رشوة. فإذا لا نخرج عن الموضوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تهادوا تحابوا، وفي نفس الوقت هو طبق ذلك عمليا عليه الصلاة والسلام. وهذا الجود كان يكثر ويزداد في رمضان، وأبلغ الجود إخوتي في الله هو الصدقة، لأنها في حق المحتاج والفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر بقوله بئس الولائم التي يدعى إليها أشراف القوم أي الأغنياء ويترك فيها الفقراء. فالوليمة إذا نظرت إليها فإذا بهم أصحاب الملابس التي هي فاخرة وعندهم السيارات والبيوت، ولا ترى الفقراء، فهذه شر الولائم، هذه شر الولائم. وبعض الناس يقول أنا أجعل وليمتين، وليمة لكبراء القوم ووليمة للفقراء، فالثانية مقبولة، أما الأولى فهي شر الولائم. لابد من اجتماع الناس في الوليمة، الفقير يجلس بجانب الثري كما يجتمعون في المساجد. وأخشى أن يأتي يوم يطالب فيه بعض الناس بصف للأثرياء وصف للفقراء، أو مسجد للأثرياء ومسجد، عندها تكون الفرقة. فإذا وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. إذا ما صلة هذا الحديث بكتاب الوحي، بدء الوحي، ما صلة له؟ نعم، نعم، إذا هو لقاء جبريل عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما معنى المرسلة؟ ما معنى المرسلة؟ تفضل. نعم، هي الدائمة وهي المطلقة. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود منها. وهنا فائدة أننا نستفيد
سنية وحث الزيارة بين الإخوة بحيث لا يكون ملل ولا ثقل. فهنا كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، ولكن كان يدارسه القرآن. أما أن نكون بين طرفين فأحدهم يغلق على نفسه بيته ولا يقبل زيارة أحد ولا يزوره أحد بحجة عبادته وطلبه للعلم، فهذا مذموم. والطرف الآخر أنه كثير الزيارات للناس وكثير الزوار، وأكثر هذه المجالس ليس فيها العلم وإنما فيها الضحك والمسامرة والكلام الذي يطرب والكلام الذي يثلب صدره فيما يزعم. فلا نكون كهذا ولا ذاك. ولنتذكر حديثا يحسنه بعض أهل العلم: زر غبا تزداد حبا. نعم.